متابعي الإخبارية الثالثة، أهلا بكم أينما كنتم في عدد جديد من برنامجكم ستارت أب، هذا البرنامج الذي يعنى بالمؤسسة الناشئة وشباب المبدع في الجزائر. إذن مما لا شك فيه أن عجلة التنمية الاقتصادية في حركة دائمة، والقطاع الخدماتي يعتبر حلقة مهمة في هذه العجلة لتحقيق التنمية الاقتصادية. وعليه اليوم في برنامج ستارت أب نقدم لكم مؤسسة ناشئة خدماتية تنشط في مجال أنظمة المعلومات الجغرافية. للمزيد حول هذه المؤسسة، قيمتها المضافة للاقتصاد الوطني، وماذا تقدمه كذلك للمواطن الجزائري، ابقوا معنا. الفكرة جاتنا حيث كنا فريق عمل في معهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد. كنا نقوم بتطوير تطبيقات اي دي بلاتفورم مختصة في نظم المعلومات الجغرافية، واكتسبنا الخبرة والكفاءة اللازمة لإنشاء شركة ناشئة. ومن بعدها في هذوك الأعوام جت حملة، والجزائر رجعت تهتم بالشركات الناشئة وتطوير ليكو سيستام تاع الشركات الناشئة وتطوير القاعدة الاقتصادية للجزائر. ثم قلنا لما لا نخرجوا ونديروا شركة اللي تلبي رغبات الجزائر والبلد الجزائر والمؤسسات العامة والخاصة في مجال نظم المعلومات الجغرافية. المجال اللي نشطوا فيه هو نظم معلومات الجغرافية. هي ما معناه نظم معلومات الجغرافية؟ هو أنك تصوصي تسكي انفورماسيون جيوغرافيك مع تسكي اوتي انفورماتيك. يعني سؤال ثاني ليطرح على بال أي مواطن هي أين أنت؟ وين راك؟ دونك الانفورماسيون جيوغرافيك تسمح لنا بتحليل الظواهر بصفة تقنية، وتعطينا نتائج دقيقة لتسمح بأخذ قرارات دقيقة فيما بعد. المجال اللي رانا نشطوا فيه حاليا هو مجال ليس منتشر على نطاق الوطني، لكن فيه شركات تنشط في هذا المجال تاع نظم المعلومات الجغرافية، وتجرب تطبيق نظم المعلومات الجغرافية في عدة مجالات. مع العلم أنه تطبيق نظم معلومات الجغرافية في مجالات مثل الفلاحة تسمح بتطوير النظام الاقتصادي الجزائري ودفع عجلة التطور الاقتصادي في البلاد، وهذا باستخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الناتجة عن ميدان الفلاحة. الشركة تاعنا نظم المعلومات الجغرافية، مهمتي هي تسويق للمنتوج على الشركات الخاصة العمومية سواء الربحية ولا ربحية. يعني لو تيرم تاع الشركة تاعنا سي دو كومبخوندغ لو موند باغ لا كارت جيوغرافي اي لاناليز سباسيال. نخدموا مع المؤسسات العامة والمؤسسات الخاصة. المؤسسات العامة نذكر منها الوزارات والبلديات والمنظمات الغير ربحية أيضا، ليستخدموا المعلومة الجغرافية كأوتي داد على ديسيزيون، ليسمح لهم بأخذ قرارات دقيقة. نأخذ على سبيل المثال مثلا عندنا تطبيق يسمح بتتبع تطورات الأعمال بالنسبة لزون دومبغ، مناطق الظل، لأنه هذا الداتش بورد ولا طابلو دو بورغ لي جيوغرافيك موجه لوزارة الداخلية أو للرئاسة اللي تسمح له بتطور الأعمال في منطقة معينة. كوني متواجد في الميدان
ألاحظ أنه توجد كفاءات وتكنولوجيا وطاقات بشرية التي تسرع في التسويق، وبذلك نلاحظ أن الدولة تدعم الشركات الناشئة في تسويق أفكارها من خلال الملتقيات والمعارض المدعومة من الوزارة الوصية. وأنا بدوري أشجع الشباب الجزائري المبتكر على خوض ميدان المؤسسات الناشئة. انه التطبيقات اللي نخدموهم حنايا هنا في شركه الناشئه عشر تكنولوجي تسمح بدفع عجله الاقتصاد الوطني والتنميه المستدامه للوطن، وهذا من خلال تطبيق المعلومات الجغرافيه واستخدام المعلومه الجغرافيه وحسن استغلالها لتطوير الاقتصاد الوطني. المميز بالنسبة اللي ميزنا على الشركات الأخرى أنه نستخدم آخر تقنيات الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى استعمال تقنيات جيوماتيك اللي هي لا جيوغرافي لزوتي دانفورماتيك، وأنه أسعارنا أسعار تنافسية في ساحة العمل أو الساحة الاقتصادية، وأيضا أنه المعلومات وكل ما يخص اللوجيسيال تاع ديفلوبمون على بلاتفورم ديفلوبي راح يقعد في الوطن، هذا باستخدام دي سيرفور لوكال في الجزائر، دونك حيسمح لا سيكوريتي دو لانفورماسيون اون الجيري. الشيء اللي يميز الكفاءة الجزائرية أنه لو سيرفيس تاعها ما يكونش عنده أسعار عالية اللي يدفع بالمؤسسات الخارجية أنها تحب تتعامل مع المؤسسات الجزائرية، لأنها تسمح لها بتحقيق نفس المنتوج ولا بكفاءة عالية بأسعار تنافسية. سي زوليخا من أحسن الاستاجيار اللي كانوا عندنا هنا في عشر تكنولوجي، والتعامل تاعها بدا تعامل معاها بدا من قبل وكان في 2018. استاجير عند اش ار تكنولوجي، جيت باش نكمل ندير مشروع نهاية الدراسة، دونك مشروع التخرج تاعي في الانفورماتيك وين اني نوتيليزي لا دوني جيوغرافيك. افون كنت درت ماستر اون جيوديزي كارتوغرافي، تما وين قرينا الويب مابينغ واكتشفت هذا الدومين تاع وين نلصقوا الانفورماتيك مع لا دوني جيوغرافيك، دونك هاد الانتراكسيون انتخ هاد لي دو دومين سيتي غار، مي لقيتها عند اش ار تكنولوجي. جيت هنايا باش ندير الستاج تاعي ونكمل لانجينيور اون انفورماتيك. شاركت اشار تكنولوجي في العديد من المعارض، نذكر على سبيل المثال لا فوار دو برودكسيون، لا فوار دو لا سيكوريتي، لا فوار دو توسكي تكنولوجي ديجيتاك، وايضا شاركت في العديد من الملتقيات، نذكر على سبيل المثال اي سي تي مغرب، افريكا ستارت اب كونفرنس، وملتقيات اخرى. وهذه الملتقيات كانت بمساعده و بلا بروبوزيسيون تاع الوكاله الوطنيه لترقيه الحدائر التكنولوجيه، حيث كانت دائما تدعمنا وتقوم بمساعدتنا في المشاركه في هذه المعارض. قطاع مؤسسات الناشئه هو قطاع يعتبر ركيزه واساسيه في دفع عجله الاقتصاد الوطني، ونقدر ناخذ على سبيل المثال مثال الأمريكي، حيث أنه النظام الاقتصادي تاعهم قائم على الشركات نشاطات الشركات الناشئة، ونلاحظوا باللي الدولة راهي تدعم في الشركات الناشئة وحابة تأخذ هذا التوجه. بالتالي راني نلاحظ باللي هناك الكثير من الانكيوباتور اللي عم يسمحوا للشركات الناشئة بإنشاء وتجسيد أفكارهم.
نلاحظ ايضا كاين دي فون رامي تكرياو سبيسيالمون بوغ شركه الناشئه، وهذا لدعمهم ماديا ايضا. دونك الدوله رانا نلاحظوا بلي راهي تدعم في الشركات الناشئه، ونتمناو تطور هذا المجال ودفع عجله الاقتصاد الوطني والتنميه المستدامه في الجزائر. برنامج ستارت اب يبرز اهم الشركات الناشئه في الجزائر وتطورها، يبرز اهم المشاريع والافكار المبتكره لدى الشركات الناشئه، مرافقه الشركات الناشئه في مسارها العملي. نحن متواجدون بمقر حاضنة الأعمال أكس المتواجدة بالجزائر العاصمة، لنقف على مؤسسة خدماتية أو مؤسسة إنكوم التي تنشط في مجال يعود بالنفع على المواطن وعلى الاقتصاد. للمزيد من التفاصيل حول هذه المؤسسة وحول حاضنة الأعمال تابعونا بعد الفاصل. كان هي منصة رقمية متخصصة في الدعم للكتابة، نوفر خدمات الحامل للمشاريع الكتابية، قادر يكون منظمة أو فرد عندهم نصوص يحوسوا يديروا لهم تدقيق لغوي ترجمة، ولا عندهم أفكار يحوسوا يعبروا عليها كتابيا، ما عندهمش الوقت ما عندهمش الخبرة، التم يقدروا يتوجهوا للمنصة تاع إنكوم. كل المنصة اللي عمروا فيها استمارة ملتم تكون عندهم يكون عندهم الحساب نتاعهم في المنصة تاع إنكوم، اللي يقدروا يبحثون فيه الوثائق نتاعهم ويقدروا ينزلوهم كي يوجدوا، كما انهم يقدروا يشوفوا بعض المعلومات تخص الوثائق ولا الخدمات نتاعنا كالاسعار كالتاريخ اللي يقدروا المستندات نتاعهم يوجدوا، ولا تاريخ المقابله اللي درنا منها تشخيص، نديروا تشخيص على الحاجات تاع تواع الزبائن، لخاطر في معظم الحالات ما تكونش كاينه صيغه بين للدعم الكتابي. إنكوم هي مؤسسه ذات تاثير اجتماعي، حنايا نخدموا مع دي فريلانس مختصين في مجال الكتابه. كاين بزاف ناس يعتقدوا باللي الفريلانس مقتصر غير على لي ديزاينر ولا على لي ديفلوبر ويب، الوغ كو لو دومين تاع لو فريلانس فيه عده مجالات اخرى كالكتابه، التحرير، الكرياسيون دو كونتوني، عندنا رقمنه المستندات، نقدروا نديروهم وين ما كنا، خاصه يساعدوا الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصه ولا النساء الماكثات في البيت، خاصه اللي عندهم اطفال ولا عندهم اشخاص كبار في السن يعتنيوا بهم. والليكيب تاع إنكوم ولا الفريق تاع إنكوم مختص، عنده خاصيتين اللي هما الشغف للكتابه والقدرات العاليه في التحرير. ولكن حنايا في الغوكريتمون تاعنا ولا في التوظيف تاعنا نعطوا الاولويه للاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصه والنساء الماكثات في البيت، لانهم صعيب باش يلحقوا لسوق العمل وباش يلحقوا الاستقلاليه تاعهم. حاليا عندنا حضور في جامعه باب الزوار اليو اس تي اتش بي بواسطة الشراكة تاعنا مع الانكيباتور حاضنة الأعمال USTHBI كوزنيت، اللي نقدروا دوكا نوفروا خدمات للطلبة والأساتذة، بما أنه يكون كاين عندهم وثائق ياسر، نصوص ياسر اللي يحتاجوا فيهم لدعم للكتابة، خاصة مع الآن اللي ولات كاينة فرصة للطلبة باش كيف هكايا يقدموا مع مشروع تخرج تاعهم. مشروع مؤسسة ناشئة أكس هو المركز الجزائري لريادة الأعمال الاجتماعية،
دونك التخصص تاعنا هو مرافقة حاملي مشاريع ورواد الأعمال اللي عندهم مشاريع ذات تأثير اجتماعي أو بيئي. دوبي 2016 والمركز الجزائري لرياده الاعمال يخدم في هذا التخصص. التخصص تاعنا هو رياده الاعمال الاجتماعيه، وكما نقول لها ثاني رياده الاعمال ذات التاثير او رياده اعمال التغيير. عندنا عدة برامج، منها سفير، برنامج النساء، برنامج أورنج كورنرز، وعندنا أيضا برنامج مختص في أو مخصص للطلبة اللي هو برنامج إمباكت أت ورك، اللي لابيلا كونديداتور تاعو راهي اون كور. الهدف منه هو أننا نحسسوا أكبر عدد ممكن من الطلبة حول ريادة الأعمال وريادة الأعمال الاجتماعية. دونك الطلبه اللي راهم مقبلين على التخرج هذايا العام عندهم الفرصه ثاني باش كيف هكايا يتحصلوا على دبلوم ستارت اب باش يتوصلوا لهذا التحقيق. لازم لهم يعبروا على الفكره نتاعهم، يطوروها على بواسطه وثائق، وانكم تساهم ثاني بدعم كتابي لتحقيق هذه الاهداف. كاين ياسر مشاريع تاع تخرج، كاين ياسر مذكرات اللي عندهم الامكانيه باش كيما هكذا يكونوا مشاريع انتربرونوريو ولا في المقاولاتيه، اللي عندهم قدره باش يطوروا في المقاولاتيه سواء من الجانب الصناعي ولا من الجانب التكنولوجي. لذا المبادرة تاع الوزارة اللي تدفع الطلبة باش كيف هكايا يحوسوا على لو لابيل ستارت اب ولا لو لابيل بروجي انوفون، تسمح لهذوما الافكار لهذوما المشاريع تاع التخرج باش كيما هكذا يتحققوا في ارض الواقع ويساهموا في الاقتصاد الوطني. برنامج ستارت اب يبرز أهم الشركات الناشئة في الجزائر وتطورها، يبرز أهم المشاريع والأفكار المبتكرة لدى الشركات الناشئة، مرافقة الشركات الناشئة في مسارها العملي. كان هذا عدد اليوم من برنامج ستارت اب، والى ان نلقاكم في عدد جديد. طبتم في امان الله.